خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعمل فائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين. تصميم نابض ضغط Compression Spring Design. التعليمات الأساسية Sweeped Boss Helix and Spiral. يبين الشكل الثلاثي النابض المطلوب تصميمه. نختار المستوي Front Plane. نرسم دائرة مركزها مبدأ الأحداثيات. نحدد قطرها 40 مليمتر. من Curves نختار Helix and Spiral. نحدد بارامترات التصميم للنابض. نختار Pitch and Revolution. نحدد الخطوة 10 مليمتر وعدد اللفات 14 لفة. من فيتشر نختار سويبت باس. نختار سيركولار بروفايل، وذلك لاختيار المقطع الدائري. نحدد القطر 2 مليمتر. نحدد المسار ليتم تصميم النابض. نقوم بإخفاء الخط المشكل للمسار. نقوم بتعديل البارامترات. نختار Height and Revolution. نحدد الارتفاع 150 مليمتر وعدد اللفات 22 لفة. نقوم بتعديل البارامترات. نختار Height and Pitch. نحدد الارتفاع 120 مليمتر والخطوة 5 مليمتر. وبالتالي نكون استعرضنا طرق رسم نابض انضغاطي. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكراً.